تخفي بيانات الحالات العالمية الفرق الكبير بين مناطق العالم. لا يزال عدد الحالات في منطقة جنوب شرق آسيا متزايدا، وشهدت منطقتا شرق البحر الأبيض المتوسط وأوروبا ارتفاعا في عدد الوفيات. أما الوضع في أفريقيا ومنطقة غرب المحيط الهادئ فيعد إيجابيا نسبيا. تظهر التقديرات الحالية أن 10% من سكان العالم ربما مصابون بفيروس كورونا الجديد، لكن هناك اختلافات بين الدول المختلفة وبين المدن والقرى وبين مجموعات مختلفة. لكن هذا يعني أن معظم الناس في جميع أنحاء العالم لا يزالون في خطر العدوى. أكد مايكل رايان على أن وباء كوفيد-19 سيواصل التطور، لكن هناك أدوات متاحة لوقف انتشار الفيروس وإنقاذ الأرواح. وأكد أيضا على أن المستقبل يعتمد على خياراتنا المشتركة، بما في ذلك كيفية استخدام الأدوات الموجودة وتطوير وتوزيع أدوات أخرى. وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسيوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال الاجتماع أنه عندما اجتمع المجلس التنفيذي في فبراير الماضي لم يكن هناك سوى 151 حالة إصابة، بالإضافة إلى حالة وفاة بسبب كوفيد-19 خارج الصين، لكن الآن هناك أكثر من 1,000,000 حالة وفاة بسبب الفيروس في العالم، والعدد الفعلي هو بالتأكيد أعلى. وقال تيدروس إنه على الرغم من أن جميع الدول والمناطق تأثرت بكوفيد-19 إلا أن الوضع غير متوازن، وأضاف أن 70% من الحالات المؤكدة وحالات الوفاة جاءت من 10 بلدان، في حين أن الحالات المؤكدة في 3 دول تحتل نصف جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في العالم.